طاقه مزاد مزادية، اصل عن اب وام من ولد فارس، من ولد مراح وولد فارس. انا في ابو ظبي، انا في ابو ظبي دوله الامارات العربيه المتحده، بيتها خيرها علينا كبير. بالنسبه للمنطقه، انا بنت كازا، تكبرت في كازا وتولدت في كازا، ولكن بحكم العزيز عليا البديه يعني رجعت للبديه، رجعت لشي حاجه يعني كترتاح فيها وكنبغيها. انا شفتي انا درت لله وما بغيتش نبان، وانا كنأكد كنقول ما بغاش نبان. علاش؟ لان كاينين شي ناس تاخذوها بأننا عندي أهداف تانية، عندي أهداف انتخابية، عندي والله راح تبغي ندير بوز، عندي أنا ما عنديش أهداف كامل. هادشي ما كاينش نهائيا دوافع سياسية، وأنا يا ربي شاهد على الهضرة اللي كنقول دابا لا سياسية. وكما كنقول نهار اللي شوفوا الانتخابات يجوني حسبوني، أنا ما عندي لا انتخابات ولا سياسية ولا بوز ولا ما طامعة حتى شي حاجة، إلا طامعة في الأخيرة ديالي تكون مزيانة. انا يا ما كملت الدراسه ديالي، هذاك الشيء علاش هو اللي خلاني انا ندير هذه البديره. هو المبلغ ما كانش محدد، فاش فكرت ندير الثانويه او نصلح مدرسه ما كانش محدد، ولكن ملي درنا واحد الدراسه هي اللي خلاتنا نقرروا الدراسه غيتكلف ما يقارب 12 مليون ديال الدرهم. يعني الدراسه هي اللي دار حدات المبلغ، وضحات المبلغ شحال غيكون. بحكم اني كنجي هنا للمنطقه وكنشوف المعاناه تشتكك بالناس بالمنطقه، كنشوف بان الوليدات مثلا الصباح انا غادا مثلا في الطريق يبانوا لي وليدات مايدين مع 7 الصباح كل ما كطيح غاديين فين غاديين غاديين نقراو، يعني كيدير اوتوستوب في الطريق. انا هادشي بقى فيا الحال. علاش؟ يعني واخا الانسان يدير اكثر من المجهود ديالو باش ينقذ هاد الوليدات وهاد البنيات، باش ما يكثر الاغتصابات المخدرات ما تكثرش، يعني نحاول نحميو هاد الوليدات. وانا لان بحكم اختار هاد المنطقه لان انا بنت المنطقه. شوفي انا اول ما فكرت ندير المشروع طرقت للمسؤولين، المسؤولين رحبوا، قالوا مرحبا الف مرحبا. يعني المسؤولين راه هما اللي غيكملوا المسيره، المسؤولين هما اللي غادي يكملوا هذه القصيله. انا بالثانويه المسؤولين راه غادي يجيبوا تلاميذ، غادي يجيبوا اساتذه، غادي يجيبوا اطر، يعني غتكلفهم، راه ماشي غير هكا تبنى صافي وغادي تبقى، راه غادي يمولوها، يعني حتى هي راه كتكلف. فانا بالعكس انا كنشكرهم لانهم ساعدوني، وبالعكس هما انا كنت كنقول لهم الاجات هما اللي تكلفوك، يقول لك لا انت اللي تكلفتي وانت اللي تمشي وانت اللي توقفي. انا شفت خدموا اليد باليد كمسؤول كمواطن، خدموا ايد بايد، نزيدوا نحترم بالقدام ونزيدوا بشي حوايج ناقصه القراوي وناقصه. وحتى هاد الوليدات انت الا قريناهم صح راه هما المجتمع، هما وليدات المغرب. كما انا كنقولها دائما راه الاطفال اللي طالعين هاد الجيل راه ما وليدات المغرب، لا انا ولا جدودنا ولا تحد مبقى، شكون اللي طالع جديد؟ طالعين هاد الاطفال هما اللي طالعين. يعني معناتها خصنا نكونوا هاد الطفل نكونوا صح، وخصوصا كنأكد على التعليم الاولي. التعليم الاولي راه هو اساس الدراسه، لان الدري ما يمكنش غادي يدخل من الاول داخل كيقرا، يعني كيفاش غيستوعب؟ فانا كنشجع تم التعليم الاولي يكون من اساسيات التعليم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.